وقل رب زدني علما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتكلم على ولي أمر ليس تحت ولايته ويبين أخطاءه وظلمه؟ والله لا أدري لما شغف الناس بمثل هذا. الأصل الشرعي أن من ولي أمرا من أمور المسلمين الولاية العامة يجب أن يكف اللسان عنه، هذا الأصل. فمن كان وليا لأمر بلد من بلاد المسلمين فإنه يجب كف اللسان عنه. وهذا القول الذي أصبح يدندن به بعض الناس، ولأكن صريحا وواضحا، بعد أن تولى الإخوان في مصر أصبح، مع أنه قبل ما كان أحد يقول هذا، وفي حكام في البلدان بعضهم سيء جدا، لكن كان أنه ينبغي كف الألسنة عن الحكام لما في ذلك من الفساد. ثم أصبح بعض الناس يدندن على قضية أنه إذا لم يكن ولي أمر في بلادي طيب، هذا يفتح الذريعة للطعن في ولاة الأمر. أنا في الكويت أريد أن أطعن في ولاة أمري، أطلب من ناس في مصر أن يطعنوا في ولي الأمر، وأنا في السعودية أريد أن أطعن في ولاة أمري، أطلب من ناس في الكويت أن يطعنوا في ولي الأمر، وأقول هؤلاء ما يحرم عليهم أن يطعنوا في ولي الأمر، فهو ذريعة إلى ما حرم الله. ومن جهة أخرى هو ذريعة إلى نشر الضغائن والحقد بين المسلمين. فإذا تناول أهل الكويت ولي الأمر في الإمارات، وتناول أهل الإمارات ولي الأمر في السعودية، سيتولد من هذا حقد بين الشعوب، ويصبحون يتبادلون السب والشتم، ثم ينتقل الأمر إلى سب الشعوب بعضها لبعض، وفي هذا فساد عظيم. ولذلك نقول يجب علينا أن نتمسك بالأصل الشرعي، وهو أن من ولي أمر بلد من بلدان المسلمين ينبغي علينا أن نكف عنه الألسنة، ومن كان عنده نصيحة فينبغي أن يوصلها بالأصل الشرعي. طبعا هناك فرق بين الكلام عن ولي الأمر والكلام عن جماعة. مثلا كون الإنسان يتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين ويبين أخطاء هذه الجماعة ومخالفاتها الكثيرة للأصول الشرعية، هذا لا يمنع منه. لكن أن يؤتى بولي الأمر في بلد من البلدان ويجعل أنه يتحدث فيه لأن لم نرضى عن منهجه أو نحو ذلك، لا شك أن هذا مخالف للأصول الشرعية، والله أعلم.